يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الدعاء أو طلب الشفاعة من الميت شرك مخرج من الملة، أو أنه لا يكون شركا إلا إذا صرف للميت نوع من العبادة؟ يا أخي، مر بنا من درسين أظن أن الشيخ عد هذا من الشرك، طلب الشفاعة من الميت شرك، يقول أنه من الشرك الأكبر. مر بنا قبل يمكن درسين، موجود عندك في الكتاب هذا، نعم، لكن يمكن السائل ما حضر. نعم.